السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ الفيديو ديال اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو اليوم إن شاء الله كيتعلق بمجال الطبخ. معنا اليوم سيدة سميرة سومة من مدينة تارودان اللي كتعمل مجال الطبخ خصوصا في البيت ديالها. كتعمل حلويات وكتعمل بساطل، كتعمل مسمن كيكات، المسمن دركيسة، البطبوط بغرير، وبزاف ديال الحوايج اللي بغيتي تشوفو من خلال الفيديو. الى عجبكم شي حاجة عند السيدة سميرة سومة، ما عليكم الا الاتصال بالرقم 06 75 50 34 59. فرجة ممتعة تنتمناها لكم. الفيديو ينال اعجابكم ورضاكم، وكنتمنى ايضا انكم تواصلوا مع السيدة سميرة سومة باش تعرفوا المزيد. المهم كنتمنى من اي وحدة شافت الفيديو فارتاجيه بين صحباتها وحبابها حتى يوصل لكم الجديد ان شاء الله. تحياتي دوجا فلو، مع السلامة.